مصاحي قسم بالله يا أخي محطوطة لأنك مخطف أمور كثيرة يا وائل. اسمع منك أبو كاتب يا أخي روح والله ما في والله إحنا جالسين نعطي حاجة ما كل شيء يقول خصم ما نقدر نتكلم معاه. الخنفري سالم وين سالم؟ اسالك بالله ايش قال لك الرجال؟ الرجال قال لي التمر ذا جايبه للمتسابقين ايه اللي هو اخو سعد. اسمع 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 يا جماعه اللي هو اخو سعد السبيعي قال التمر هذا جايبه للمتسابقين وبالاخص عبد المجيد فوزان عشان كذا احنا كنا طيب طيب جايبه هذه للمتسابقين وبالاخص عبد المجيد فوزان ورا ما شلتوه طيب شيله وين؟ ما لا 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 يا قلبي مو بنت مو بنت اتكلم الاعداد ورا ما شالوه يا اخي تكرم يا سالم تخدم على الخصم ليش خلوني هنا الله يسوي عليك كونغ فو تدري تدري بالله يا راشد ليت جانا يوم راح الكونغ اسمر اسمر ليت جانا يوم الكونغ فو هني كان دق راح الكونغ فو طيب دقيقه شباب دقيقه شباب معلش اسمع اسمعوني عبد المندب دقيقه شباب اسمع احنا نسمع منه اجي هنا وقف احنا نسمع منه دائما احنا نسمع منه طيب ليش هو ما يسمع منا ليش هو ما يسمع منا ممكن اجاوب عليك اول مره ابو تركي مو آلية البرنامج بس هو رئيس القرية لازم يسمع منا يا اخوان احنا عندنا هموم احنا لا عندنا لا 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 اسمع منا طيب يا اخي ما عندنا هموم معلش معلش عادي اخصم تعال شفت يوم رفعت يدي وقال لي اكل تمر عادي اخصم بس ايش المشكله الان هذا التمر جاي هديه ليش ما شلته هذا جايين هديه لحظه جاي هديه وهو قال العب انا موجود يا مهدي انا موجود يا طيب ليش ما شلت الهديه هذه القرية مو تحت تصرفك ابو كاتم شيل التمر اؤمر شيلوا التمر من المكان لا دقيقه دقيقه وبعد بعدين اليوم بس الخطه تدري من قلت والله جانا يوم الكونفو هنا اول ما اعطونا الهديه علمنا اخو سعد السبيعي قال هذه هديه للمتسابقين وبالاخص عبد المجيد فوزان انت يا اداره اذا ما انت مخليت انا ناكل ردي الهديه صاحب الهديه اللي اعطاني اياها وخذها معك ترى هذا ما اقدر اكرمك سابقا خل راعي الهديه يكسب اجر وعطها مثلا العاملين المخرجين والشباب هذول يا بناء معونا تدري شو محطوط ومغلف ومحطوط سمن يلا كل يا ولد هديه تدري يوم انت قلت لي ان هديه رحت اكلت منها عشان مره وبعدين هذه هديه معلش اسمعوني بس الشباب اليوم احتفال لعبد الله بن دفنه طيب ليش احنا بنعيش لازم نلبس الدريات يا اخوي احتفال اخوينا اخوي بعيد عن كل وضع حتى المناصب والاحتفالات الوطنيه ما يجوك بمكاتبهم الاسم مدير مكتب شؤون البلديه مدير القريه خصم عليك عشان اللبس انا برا المستشفى يعني اروح هو خصم عشان اوصخ لكن خله الحمد لله دقيقه دقيقه ايدك كيفي احسن مستمرين بس التمر ترى اكلنا اليوم وحنا عارفين ان البث علينا لانه هديه يجي يقول خصم على جميع ليه ما له حق خصم على النبي ما خصم على الجميع خصم علي انا 50 وعلى كل اللي اكلوا تمر اللي اكلوا تمر خلاص هذا هديه لنا تمر طب اسمع بس اسمع مني يا اخوي صلوا على النبي اول شيء الحمد لله على السلامه الله يسلمك سلامه دائمه والله ان فرحه ما تمت دقيقه اسمع اسمع ان شاء الله اسمع اول شيء فرحنا اليوم برجعه مساعد ورجعت سعد ومفلح تمام فرحنا بسلامتك فرحنا بيوم العلم للامارات خصم زي كذا زين ما نبيه عزيمه وعشاء ما نبيه ياثر علينا اذا هي على فلوس حرام حرم رصيدي كله فداك لا والله تسلم والله تسلم رصيده رهيف بس انا اللي انا بس اللي قاهرني حاجه واحده اللي قاهرني حاجه واحده يا اخي احنا نسمع منك اسمع منا طيب احنا عندنا هنا حاجات مثلا معلش القوارير لو في سلات في القريه كم كان احد رمى القاروره؟ ما حد رماها يا اخي، انت رئيس القريه، اسمع منا زي ما احنا نسمع منك يا اخي. صح شويه احترام لنا بس هذا اللي نبغاه. اسمعني انا اللي اقول لك انظر للجانب المشرق وطنش الموضوع اهم شيء سلامه يدك ولا الرصيد بدال الرصيد. والله الحمد لله الحمد لله. من شيم الرجال انها تسمع الرجال. بس هذه والله انك جبت العيد. من شيم الرجال تسمع الخصام. لا 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 انا اتكلم انا اتكلم صادق. ما يحق ما يحق ما يحق الرجل كسره. لا انا مو كسر هذا العظم هذا 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 فين هذا رد رد اي رد إيه بس شوف باين انه ضعيف مره ترى شوف باينه هذا هو هذا يعني قالوا لك لا تضغط ها لا اضغط عليك كثير ايش قالوا ايش قالك دكتور لا اضغط عليك كثير لا مضبوط يا دكتور هذا هذا ايش في لا لا هذا هذا وش هذا وش هذا هو هذا الشعر هنا ايش قالوا ليش مرتفع كذا بعدين بيرجع